شباب، المرة الماضية أخذنا عن الفايل سيستمز وأخذنا مجموعة من الأنواع تبعتهم، أخذنا ريفرش سريع عنهم، وأخذنا عن الفايل سيستم هيراريكال ستاندرد أو هيراريك ستاندرد. حكينا إنه التقسيمات الرئيسية للفايل سيستم طبعا بتختلف من ديستريبيوشن لديستريبيوشن، لكن في أشياء أساسية غالبا بتكون مشتركة ما بين كل الديستريبيوشنز. التقسيمات اللي مشينا عليها خلال المرة الماضية اللي هي رود دايركتوري، وحكينا اللي هي بتبلش بالفورورد سلاش، اللي هي الفورورد سلاش هذا طبعا ايش الرود دايركتوري اللي بيكون موجود تحتيه كل الايش الملفات اللي ايش جوا الكمبيوتر، فما في ملف جوا الكمبيوتر تقدر توصله من دون ايش ما يكون في عندك ايش الرود دايركتوري، اوكي، او الفورورد سلاش بنسميها. وحكينا انه هذا يختلف عن الروت، هذا الروت هذا هو عباره عن ايش، هو عباره عن الهوم دايركتوري للروت يوزر اللي بيقدر يخزن فيه البيرسونال انفورميشن. واخذنا مجموعه من الباينري فايلز او الباينري دايركتوريز، وحكينا انه الكوماندات هاي اللي بنعملها رن جوا الكمبيوتر بتكون في هذا ايش المسار اللي هو بن هاي الكوماندات او البروجرامز اللي بتكون برمجه جاهزه جوا اللينكس فايل سيستم هي الباينري فايلز. حكينا في عندنا شيء ثاني اللي هو الباينري فايلز، بس عشان تعملهم رن لازم يكون لك ايش ادمنستريتور بريفيليج اللي هي اس بن. وحكينا انه في عندك كمان لايبراريز، وفي عندك كمان عندك كمان الثيرد بارتي سوفت وير اللي بتكون موجوده زي الزوم وغيرها من البرامج اللي بتكون موجوده جوا الكمبيوتر. وحكينا عن الكونفيجريشن فايل، وحكينا في عندنا نوعين رئيسيات من الكونفيجريشن فايل، في عندنا البوت اوكي، وهنا بيحتوي على مجموعه من الملفات الرئيسيه اللي بحتاجها انا خلال عمليه البوتينج، والجروب كونفيجريشن فايل والكيرنل فايلز كمان. في عندنا المكان الثاني اللي فيه الكونفيجريشن تبعات البرامج تبعات الكمبيوتر اللي هي الاي تي سي او الايديتابل ابصر ايش اختصارها، حكينا عنه المره الماضيه. وحكينا انه في عندنا كمان بعض الدايركتوريز اللي هم خاصين في الداتا زي الهوم، زي الهوم دايركتوري اللي بيكون لليوزرز بيحطوا الملفات تبعاتهم فيه. حكينا في عندك كمان في عندنا التيمب فايل اللي بحط فيه التمبرري فايل، هاي غالبا بعد الريبوت او بعد فتره زمنيه معينه بنعملها ايش فلاش من جوا الكمبيوتر. وحكينا كمان في عندنا الميديا اذا شبكت يو اس بي او سي دي او ديجيتال كاميرا بنعملها ماونتنج بشكل اوتوماتيكلي، ماونتنج بتتعلق او بتنربط على السيستم. شو في عندنا كمان من الداتا دايركتوريز، في عندنا كمان الرن، حكينا في عندنا الرن دايركتوري هذا لما بدي اعمل ماونتنج لاشياء بشكل مؤقت كمان. وفي عندنا حكينا عن الملفات اللي حجمها دائما ما في ضابط عليه، ممكن يكون كبير ممكن يكون صغير، حكينا زي السبول اللي هي نقدر نعتبرها زي كيو او بفر بتكون موجودة فيه الداتا اللي بدها تستخدمها الابليكيشن او البرينتر او الواتيفر شو ما كان نوع الديفايس. وحكينا انه في عندي كمان الديفايس فايل او الان ميموري فايل، هذا بيكون مثلا الهارد ديسك والفيزيكال ديفايسز برضو بتكون ايش مربوطة هنا او موجودة جوا الكمبيوتر هون بالضبط. واخذنا مجموعة من الكوماندز هنعمل مراجعة سريعة لهم، أو على الأقل ممكن نركز في الكوماندز اليوم. أحد أهم الكوماندز اللي الرئيسية اللي جواتها بيكون أنا في عندي مانيوال بيج عن كل الكوماندز أو عن الجيمز أو عن شو ما عن مجموعة من الملفات اللي هم سبع أنواع، هاي بتكون موجودة إيش جوا المان دايركتوري أو جوا المان المان كوماند. طبعاً هاي الأشياء بإمكانك تلقيها، فعلى سبيل المثال بتلقى طبعاً بيكون مقسم إلى مجموعة من السكشنز، في جزئية بتكون متعلقة في الإكسكيوتابل بروجرامز،
وفي جزئية متعلقة في السيستم كولز، وفي جزئية متعلقة في اللايبراري كولز، في جزئية متعلقة في السبيشال فايلز، وفي جزئية متعلقة في خلينا نحكي الفايل فورمات، في جزئية متعلقة في الجيمينج، في جزئية متعلقة في السيستم ادمنستريشن كوماندز اللي غالبا بيستخدمها الروت، وفي جزئية متعلقة خلينا نحكي في الكيرنل روتينز اللي بنستخدمها بشكل عام. وحكينا المان مرتبط فيه مجموعة من الكوماند والتعليمات، على سبيل المثال المان إذا بدي أحط المانيوال بيج لأي شيء، فمان مثلا الأس، طبعا الأس كوماند في اللينكس فايل سيستم بيعرض لي المحتويات تبعات المجلد اللي أنا بتعامل معه أو أي مجلد أنا بدي إياه. طبعا في مجموعة من الكوماند اللي مرتبطين في المان، فعلى سبيل المثال في عنا الكوماند اللي اسمه وير از، فعلى سبيل المثال بقدر اعطيه ملف وير از مثلا الاس، فهو بيقول لي وين الملف هذا موجود. طبعا على سبيل المثال اذا بدنا ناخذ كوماند ونطلع معلومات عنه، ففي عندنا مثلا الكوماند اللي هو اسمه هو از، هو از طبعا ايش كوماند او كلاينت فور اللي هو از دايركتوري ايش سيرفيس، فبيطلع لي معلومات عن الاشياء اللي بدي اياها، او اذا بساله مين الكوماند الفلاني او مين الكوماند العلاني هو ايش بيطلع لي معلومات عنه. طيب المان برضه شو بيقدر يجيب لي؟ المان اللي هي مانيوال، شو بيقدر يجيب لي معلومات؟ ممكن يجيب لي معلومات عن الكونفيجريشن فايل اللي بتكون جوا الكمبيوتر. على سبيل المثال حكينا انه اللوج فايل بتكون مرتبطه في شيء بنسميه السيس لوج سيرفيس، هاي السيس لوج سيرفيس او الابلكيشن بيكون مرتبط مع فايل بيكون موجود جوا الاي تي سي اسمه السيس لوج دوت كونفيج، فاذا حطينا سيس لوج عفوا دوت كونفيج فبيطلع لي ايش المعلومات اللي موجوده عنه. لاحظ هون ايش ما في معلومات عنه. في بعض طبعا هاي بتفرق من ديستريبيوشن لديستريبيوشن، في بعض الديستريبيوشن تلقاه بيكون اسمه syslog دوت كونف، وفي ديستريبيوشن لا ما بيكون ايش syslog دوت كونف. برضو بامكانه يجيب لك معلومات خلينا نحكي عن سيرفيس معينه، على سبيل المثال اذا شفنا syslog دي هاي سيرفيس، طبعا بالديستريبيوشن هاي ما بتلاقيها، في بعض الديستريبيوشنز زي ما حكيت لكم ممكن ايش تلاقيها. على سبيل المثال في عندنا سيرفيس، او طبعا السيرفيس الديمون عباره عن ايش؟ عباره عن بروجرام معمول رننج في الباك جراوند. على سبيل المثال في عندنا الاس اس اتش بروتوكول، هذا الاس اس اتش بنستخدمه عشان نعمل ريموت كونكشن على سيرفر، هذا مرتبط في سيرفيس اسمها الاس اس اتش دي، فاذا بحط مان اس اس اتش دي فبيطلع لي ايش معلومات عن هاي الديمون او البروجرام اللي معمول رننج في الباك جراوند. شوف عندنا كمان اشياء على سبيل المثال ممكن في عندنا على سبيل المثال في عندنا الكوماند اللي هو وات از، فاذا بعطيه وات از وبعطيه الكوماند اللي بدي اياه فبروح بيجاوبني عليه بشكل مختصر شو بيساوي هذا الكوماند. على سبيل المثال بحكي لك الاس بيعمل ليستنج للدايركتوري كونتنت، اذا عندك مجلد فهذا الكوماند بيعرض لك المحتويات تبعات المجلد. في عندنا كمان اذا بدي اعرف اللوكيشن المان بيج لاي كوماند شو بستخدم اللي هو وير از على سبيل المثال، وبعطيه الكوماند اللي بدي اياه. على سبيل المثال في عندنا ال اس، هذا وين المان بيج تبعه؟ في المسار اللي هو يوزر شير مان 1 ال اس دوت 1 دوت جي زد. شباب المسار هذا حدا بيقول لي اللي هو الابسوليوت ولا الريلاتيف باث؟ حدا بيقدر يعرف شو هو؟ هاي من الاو اس، او شو الفرق ما بين الابسوليوت والريلاتيف باث؟ حدا عنده تصور؟ تفضل ايبك. مهندس من الابسوليوت بيكون من التوب لحتى مكان الملف، اوكي مثلا من الروت لاخر مكان،
أما الريلاتيف مثلا دوت سلاش من المكان الحالي مثلا. ممتاز. يعني اذا كنت انا مثلا في مجلد، فعلى سبيل المثال انا جوا المان واحد، اوكي انا جوا المان واحد بس، فما في داعي اني اروح اكتب المسار كامل، فخلص انا بس اعمل مثلا الاس له الاشياء اللي جوا المان. طب انا موجود هون، انا موجود هون وبدي اشوف شو المحتويات تبعات المسار هذا، فلازم احط ايش؟ لازم احط ايش؟ الابسوليوت باث. الابسوليوت باث اللي هو المسار الكامل. شوفي عندنا كمان اشياء بامكاننا ناخذها. طبعا المان سكشنز حكينا عنهم. اتفضل ايبك. انا صاحب في التحصيل على 36، كان بدي اسال مستوى عن المحاضره السابقه في مجال، ايش هو؟ بدي اسال سؤال عن المحاضره الماضيه. تسال سؤال عن المحاضره الماضيه وين؟ مهندس انا في شغلتين مش فاهم، من اول شيء اللايبرري بعد ما فهمت كثير شو ايوه الفايده منها فعليا. اثنين، بتعرف بالباور شيل مثلا بقدر انزل تول احطه على الرام مباشره، احنا شفنا الاي بي تي، طب بقدر مثلا اعمل اي بي تي واحطه على الرام مباشره؟ طيب اول شيء بدك عن اللايبرري. اوكي طيب اللايبرري وين موجوده؟ او من دون ما اروح لها. طيب انت عمرك نزلت جيم او لعبت العاب أكيد. على الويندوز؟ مرات لما بتلعبوا العاب بتحكي بتلاحظوا يقول لك في دي ال ال ميسنج. هاي الدي ال ال فيها مجموعه من الفانكشنز اللي الجيم بتحتاجها او السوفت وير بيحتاجها. اوكي هاي الدي ال الز اللي موجوده في الويندوز احنا في اللينكس بنسميها ايش؟ بنسميها لايبراريز. ففي عندي برامج، هذا البرامج مرات بيحتاج الى مكتبه. على سبيل المثال اذا عمرك برمجت مثلا في البايثون، في بعض الاشياء انا ما بحتاج اني ابنيها من الصفر، في اشياء جاهزه. فليش انا بس ليش اروح ابنيها من الصفر؟ ليش ما اعملها امبورتنج مباشره وابني عليها؟ فتقدر تعتبرها زي جزء من الران انفايرمنت اللي بتحتاجها بعض الابلكيشن عشان تشتغل. واضح؟ واضح واضح. طيب الجزئيه الثانيه اللي انه انت بامكانك تبني، خلينا نحكي شيل خاص فيك وين تعمل له لود بالرام بيصير عادي، ما في مشكله. هلا ممكن ما لحقت. بس هسه في شغله، مرات اذا بتعمل ريستارت للكمبيوتر فبنعمل له فلاش، لانه بالرام بتكون موجوده بشكل مؤقت. لكن انت اذا بدك تبني مثلا هو هدف يتجاوز الفاير وول مثلا او هلا انتي احنا فاير. في عندنا احنا شيء بنسميه الروت كيت. الروت كيت شو فكرتها؟ فكرتها اني اقيم موديول من الاوبريتنج سيستم واحط موديول، هذا الموديول بيسوي لي نفس الفانكشناليتي تبعت الموديول اللي قمته، بالاضافه بيكون جواته ايش؟ الماليشيوس كود. وبالتالي انا من خلاله بقدر اعمل باي باسنج للسكيورتي تشيكينج، او اعمل باي باسنج لاي انتروجين ديتكشن سيستم، انتي فايروس، انتي مالوير، بغض النظر. ليش؟ لانه انا البريفليج تبعي بيكون اعلى من البريفليج تبع الانتي فايروس. واضح؟ طيب حد عنده سؤال شباب غير ايبك؟ طيب على سبيل المثال في عندنا حكينا في جزئيه بتكون متعلقه في بالفايلز اللي بتكون موجوده جوا الكمبيوتر. فعلى سبيل المثال في عندنا كوماند اللي اسمه المان دبليو دي، الباس دبليو دي. طبعا هذا كوماند بستخدمه انا عشان اغير ايش؟ الباسورد. اذا بنلاحظ هنا، اذا بنلاحظ عدد الصفحات تبعات المانيوال بيج كثيره. على سبيل المثال انا ما بدي افتح كل الصفحات، على سبيل المثال انا بدي افتح مثلا بيج موجوده بسكشن معين. على سبيل المثال هون انا بدي افتح مثلا بيج واحده من، خلينا نحكي من سكشن 4 أو 5. فلاحظ هاي شو بتساوي لي؟ هذا اذا بحط الرقم بروح بيطلع لي السكشن اللي انا بدي اياه، فما في داعي امر على كل السكشنز اللي موجوده جوا المانيوال عشان ايش؟ اجيبها. طيب خلينا مثلا اذا نعمل مان للمان، لاحظ هون شو بيحكي لك؟ بيحكي لك المان عباره عن انترفيس بيكون جواته ريفرنس مانيوال لكل البروجرامز اللي بتكون موجوده على الكمبيوتر. طبعا المان بالغالب بيكون له داتابيز موجوده جوا الكمبيوتر.
بتكون المان دي بي. طبعا ايش بتكون موجودة على المان دي بي. حدا عنده سؤال على المان شباب؟ طيب خلينا نراجع مجموعة من الكوماند اللي أخذناها المرة الماضية. على سبيل المثال أنا بشتغل، كنت الكيس اللي عندي أنا بشتغل جوا الأوبريتنج سيستم، ومطلوب مني إني مثلا أنفذ، خلينا نحكي كوماند. هذا الكوماند بيعتمد ممكن على مسار معين، فبدي أعرف هل أنا موجود ضمن المسار هذا ولا لا. ليش؟ إذا مش إذا موجود أنا ضمن المسار هذا، ما في داعي أروح أحط خليني أحكي الأبسوليوت باث كامل. فأنا بس بدي أحط إيش، أشتغل على موضوع إيش الريليتيف باث. فأنا عشان أعرف الكرنت دايركتوري أو المكان اللي أنا شغال فيه، شو بنستخدم؟ في عندنا إيش تعليمة اسمها البي دبليو دي. البي دبليو دي اللي هي برنت وورك دايركتوري، بطبع لي الدايركتوري اللي أنا بشتغل عليه. هذا الشباب اللي بتروح على المان بي دبليو دي بيطلع لك ايش الديسكريبشن والارجومنتس تبعات هذا الكوماند. طيب خلينا على سبيل المثال انا موجود في مسار معين ومثلا وبدي اعمل رن لكوماند او لبروجرام، فهذا الكوماند والبروجرام موجود على دايركتوري ثاني، فانا بدل ما اروح اكتب الباث كامل بدي اروح على هذاك الدايركتوري بس اكتب ايش اسم الكوماند اللي بدي اياه. على سبيل المثال انا بدي اروح مثلا على الداونلود او بدي اروح مثلا على الديسكتوب وانفذ التاسك اللي بدي اياه. فعلى سبيل المثال عشان اروح في عندي كوماند اللي هو اسمه سي دي، سي دي يعني تشينج دايركتوري، فبامكاني نحط ديسكتوب فبيوديني وين؟ بيوديني على الديسكتوب. اذا بعمل بي دبليو دي بفرجيني المسار اللي انا موجود فيه اللي هو الهوم، اسم اليوزر تبعي جوبا او ديسكتوب. طيب هسا في عندنا في اللينكس في عندنا شيء بنسميه الهوم دايركتوري، تمام؟ هذا الهوم دايركتوري اللي بالوضع الطبيعي اول ما نعمل لوجن على الكمبيوتر اللي هو ايش الدايركتوري الرئيسي اللي احنا بنكون شغالين عليه. فانا على سبيل المثال رحت في مجموعه من المسارات وبدي ارجع على الهوم او المكان او النقطه الرئيسيه تبعتي. فهاي كيف ممكن اسويها؟ ممكن اسويها اما بكتب سي دي مباشره، اذا بتعمل بي دبليو دي لاحظ هوم جوبا. اوكي طب هل في طريقة ثانية؟ في طريقة ثانية اللي هي أحط سي دي مع إيش؟ مع تلدة. هذول الثنتين شو بيسووا لي؟ برجعوني على الهوم دايركتوري إيش تبعي. طيب خلينا مثلا نرجع مرة ثانية على الديسكتوب ونعمل برنت وورك دايركتوري. لاحظوا شباب المجلد اللي أنا موجود فيه إيش اسمه؟ ديسكتوب. هذا شو بنسميه؟ بنسميه الكرنت دايركتوري. الكرنت دايركتوري مين ابوه؟ الجوبا. وبالتالي الديسكتوب هو عباره عن تشايلد لمين؟ للجوبا. طيب فرضا انا موجود في هذا المكان وبدي اروح مثلا على البيرنت تبعي، فكيف ممكن استخدم؟ فبحط سي دي نقطتين. سي دي نقطتين شو معناته؟ بروح بيوديني وين؟ بيوديني على البيرنت تبعي اللي هو هوم جوبا. بعمل بي دبليو دي بي دبليو دي، لاحظوا شو وين وداني؟ وداني على الهوم جوبا. طيب على سبيل المثال اذا رحنا على الديسكتوب مره ثانيه، اذا بعمل سي دي نقطه شو معناتها؟ معناته خليني في نفس الدايركتوري. النقطه الواحده معناتها انه ظل في نفس الدايركتوري، خليني ضمن الكرنت دايركتوري. واضح شباب؟ طيب لاحظوا انا موجود وين؟ موجود انا جوا الديسكتوب. بدي ارجع على البريفيوس دايركتوري اللي انا كنت موجود جواته، فشو بنستخدم؟ بنستخدم سي دي مع اشاره الماينس او الهيفن او الداش. فهذا شو بيساويني؟ بيروح بيرجعني على البريفيوس دايركتوري اللي انا كنت موجود جواته. على سبيل المثال خلينا نروح على الهوم. لاحظوا اول شيء انا رحت على الهوم، بعد ما رحت على الهوم قلت له رجعني على البريفيوس دايركتوري. شو البريفيوس دايركتوري تبعي كان؟ كان اللي هو الهوم جوبا ديسكتوب. واضح لحد الان شباب؟ طيب شباب هسه في شغله، اذا بنلاحظ مرات انا باللينكس، اذا اللينكس زي ما حكينا المره الماضيه عباره عن كيس سنسيتيف، فانا مرات ممكن اخربط في كتابه الكوماند، او ممكن مرات انا مستعجل فبدل ما اكتب الكوماند كامل بروح بكتب اول كم من حرف من الكوماند بعدين احط اشاره ايش او اكبس على التاب.
على سبيل المثال الكوماند اللي هو مثلا اسمه باس دبليو دي، اذا بحط باس بحط اشاره التاب، اذا كان في عندي احتمال واحد مباشره بكتب لي، اذا كان في عندي اكثر من احتمال لازم احط ايش دبل تاب عشان يفرجيني هاي الاحتمالات. واضح شباب؟ هذا بنسميه الكوماند كومبليشن او الباث كومبليشن. لاحظوا على سبيل المثال اذا انا بدي اروح مثلا على خلينا نحكي على مسار معين، لاحظوا كتبت اول حرف الاتش انا وبعدين ايش حطيت كتب لحاله اوتوماتيكلي هوم. اذا بحط دبل تاب شو بفرجيني؟ بفرجيني المسارات. على سبيل المثال انا بدي اروح على اليوزر اللي اسمه جوبا، بحط دبل تاب بفرجيني شو هم الاحتمالات او الخيارات اللي ممكن انا يوديني عليهم. لحد الان في حد عنده مشاكل؟ طيب شباب احنا البيسكس بنقضي فيهم وقت زياده شوي بس على اساس انه تكونوا فاميليار مع هاي الاشياء، لانه لقدام راح تصيروا انتم تنفذوا هاي الاشياء لحالكم. طيب المره الماضيه حكينا انه في عندي كوماند اللي هو ايش؟ بيعمل لي ليستنج لكل الملفات اللي موجوده على الدايركتوري او المسار اللي انا موجود فيه. اذا بنعمل ls لاحظوا شو بيساوي؟ بيروح بيعرض لي كل الملفات اللي موجوده على الديسكتوب. واضح شباب؟ بيعرض لي كل الملفات اللي موجوده على الديسكتوب. هل كلهم؟ لا صراحه مش كلهم، في ملفات، هاي الملفات بتكون معموله هيدن اما بس لانه ما بحتاجهم للاوبريتنج سيستم او اليوزر ممكن بشكل متعمد انه يكون عاملهم هيدن. فانا عشان اعرض هاي الملفات الهيدن شو بستخدم؟ اذا بنروح على المان الاس في عندنا ايش؟ في عندنا اوبشن او ارجيومنت، هاي الاوبشن اللي هي الماينس اي. طبعا الاوبشن تقسم الى قسمين، في بتكون سنجل كاركتر او بتكون الكوماند كامل او الكلمه كامله. فعلى سبيل المثال اللي هون الماينس اي شو بيروح بيعرض لي؟ بيعرض لي الهيدن فايل اللي موجوده ضمن الدايركتوري اللي انا شغال فيه او الدايركتوري اللي انا بعمل رن للاس عليه. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي هي اكتب ماينس ماينس ال. طبعا انا موجود جوا المان، عشان اطلع برا المان شو بحط؟ بحط اشاره ايش او ابكبس على كبسه الكيو اللي موجوده على الكيبورد، كبسه الكيو اللي موجوده على الكيبورد. طيب جيت انا بدي اعمل ls لا ماينس اي بدي اياه يعرض لي الهيدن فايلز. لاحظوا هون شو الهيدن فايلز هون عندي؟ الهيدن فايل اللي هم الكرنت والبيرنت دايركتوري هم عباره عن الهيدن فايلز. طيب شو في ملف؟ خلينا نروح على مسار فيه هيدن فايلز للاوبريتنج سيستم. اذا بنعمل ls جوا مين؟ جوا الهوم جوبا. اذا بعمل ls ماينس اي لاحظوا انا في عندي ملفات، هاي الملفات تابعه لليوزر اللي انا شغال عليه. على سبيل المثال في عندنا، شوفي عندنا هيدن فايلز هون، في عندنا مثلا الدوت زوم او الدوت بروفايل او الدوت تكست. هاي شباب هاي كلها عباره عن هيدن فايلز، او الدوت باش ار سي او الدوت باش اندرسكور لا اللوج اوت او الدوت باش للاندرسكور هيستوري. هذول كلهم عباره عن ايش؟ عباره عن هيدن فايلز. الهيدن فايل اللي هو ببلش ايش؟ ببلش بدوت. طيب خلينا نشوف هل معقوله بيطلع لي نفس الكلام اللي حكينا عنه. لاحظوا هون شباب طلع لي نفس الاوت بوت تبع الكوماند الثاني. طيب مرات انا بدي اعرض الملفات على شكل ايش؟ لونج ليست. فشو بستخدم؟ في عندي الاوبشن اللي هو ماينس ال سمول. الماينس ال سمول شو بيعرض لي اياهم؟ بيعرض لي اياهم على شكل لونج ليست، بيعرض لي الملف مع ايش؟ مع مجموعه من الاتريبيوت اللي خاصه فيه. على سبيل المثال هون بيعرض لي اسم الملف، هنا بيعرض لي الصلاحيات تبعت الملف، هنا بيعرض لي اليوزر الاونر للملف، وهنا الجروب الاونر للملف، هنا حجم الملف، هنا التاريخ اللي عملت كرييشن لهذا الملف فيه. الواحد وال13 هذول بعدين راح اقول لكم ليش بنستخدمهم. طيب اذا بنلاحظ قبل شوي شباب عندنا حجم الملف يعني موجود في صيغه مش الكل بيقدر يفهمها. طيب شو ممكن اساوي انا عشان اعرض هاي الملفات بصيغه ايش؟ ريدبل. اذا بنروح نعمل مان ال اس
بننزل لتحت في عندنا ايش الاوبشن اللي هو الماينس اتش. الماينس اتش شو بيساوي لي؟ بيعرض لي خلينا نحكي السايز تبع الملف بطريقه الهيومن بيقدر ايش يفهمها، شيء بنسميه الهيومن ايش ريدبل. فاذا بنرجع على الملف الاس ماينس ال ماينس اتش، لاحظوا هون شو بيطبع لي حجم الملف، بيطبع لي اياه اما بالكيلو او بالميجا او او بايش مثلا الكيلو الميجا او بالجيجا اذا كان في جيجا. واضح شباب؟ هذا مثلا حجمه ايش 4 كيلو، هذا حجمه 206 كيلو كيلو بايت. واضح شباب؟ طيب اذا انتبهنا قبل شويه انا شو كتبتم، لاحظوا كتبتم كل اوبشن كتبته ايش قبليه ايش الداش او الهيفن. طيب هل انا بامكاني ادمجهم في نفس الـ في نفس الـ في نفس الداش؟ اه بقدر. هل في كل الحالات؟ لا، في حالات لا. ليش؟ لانه في حالات الاوبشن بيحتاج الى انبوت. على سبيل المثال انا مثلا لما بحكي له اعرض لي مثلا عدد معين من الاسطر تبعات الملف، اول 5 اسطر او 6 اسطر، فلاحظوا هنا انا بعطيه ارجيومنت او اوبشن، وهذا الاوبشن بيحتاج الى ايش؟ الى رقم. فبهاي الحاله لا، ما بزبط اني ايش اعطيه هاي الاوبشن. واضح لحد الان شباب؟ تفضل معتصم سلامه. مهندس بدي اسال، ما بعرف يمكن تكون حكيت عن المحاضره الماضيه انا مش منتبه، بس لما تعمل ال اس الفايلات بيكون لهم الوان، الالوان هذول بيكون دلاله على شيء؟ في اشياء بيكون دلاله انه مجلد، يعني هذا الازرق هذا عباره عن مجلد. اوكي، هذا عباره عن اكسكيوتابل فايل، يعني هذا مثلا هذا يعني خلينا نحكي ملف برنامج مكتوب في لغه السي، برنامج مكتوب في لغه السي. فهذا كيف انا عرفته؟ لانه انا معطيه ايش اكسكيوتابل بيرميشن. فانا بامكاني انشئ ملف عادي، يعني على سبيل المثال خلينا مثلا ننشئ ملف ونغيره عن طريق السي اتش مود. هسه راح نحكي عنهم. مثلا ام يو او، اوكي، اذا بعمل ال اس للام يو او، لاحظ شو اللون تبعه هون؟ ابيض. طيب انا بدي اخليه مثلا اكسكيوتابل من خلال كوماند ايش الشمود. لاحظ هنا شو تغير لونه ليش؟ لا اللون لا ليش؟ لانه انا اعطيته اكسكيوتابل بيرميشن. هاي اللي قدام كمان راح نتطرق لهم بايش بالتفصيل. طيب شباب خلينا مثلا ناخذ كوماند يعمل لي او بسمح لي اني انشئ مجلد. الكوماند اللي بسمح لي اني انشئ مجلد اللي هو الام كي دي اي ار، اللي هو ميك دايركتوريز. اوكي، طبعا بيكون له مجموعه ايش من الاوبشنز، كل اوبشن حسب الاستخدام اللي انا بدي اياه. فممكن اعطيهم بيرميشن معين، ممكن مثلا انشئ ملف فولدر جوه فولدر الى اخره. فخلينا مثلا ننشئ هنا، خلينا ننشئ مثلا ملف MKDIR نسميه Network Operating System مثلا 2022. لاحظ هنا انشأنا الملف. طب بدي اشوف الاتريبيوت تبعته، نكتب LS اسم المجلد تبعنا، بنحط قبليه مثلا ماينس ال دي. فلاحظ هنا طلع لي الوقت اللي انا عملت كرييشن للملف، للفولدر، حجم الفولدر. لاحظوا هنا البدايه هون عباره عن ايش شباب؟ البدايه عباره عن حرف دي، دي شو معناتها؟ دايركتوري. طيب اذا بدي اروح انا على هذا الفولدر اللي انشاته، فبحط سي دي ان او اس وبفوت لجواته. اذا بعمل بي دبليو دي، لاحظ انا وين حطني، بعمل ال اس فيش عندي ال اس ماينس اي، لحد الان فيش عندي ايش هيدن فايل. طيب خلينا نرجع لبرا شوي، وبدي انا احذف هذا المجلد، كيف ممكن احذفه؟ من خلال كوماند اللي اسمه ايش؟ ار ام ريموف دي اي ار، اللي هو ريموف للدايركتوري. فبيعمل ريموفينج للامبتي دايركتوريز. فنروح نعمل ار ام
دي اي ار واسم الدايركتوري، نعمل الاس لاسم الدايركتوري. لاحظوا هنا اذا بعطيه تاب ان تاب، لاحظوا ما طلع لي ايش اوبشنز، ليش؟ لانه ما في عندك ايش اوبشنز، لانه الملف انت عباره عن ايش حذفته. طيب شباب هسه انا بدي انشئ ملف، عفوا بدي انشئ مجلد جوا مجلد، كيف ممكن؟ اذا حكينا اذا رجعنا على الاوبشنز قبل شوي، في عندي اوبشن اللي هو الماينس بي. الماينس بي شو بيساوي لي؟ بيعمل لي كرييشن لبيرنت، وجوا البيرنت بيعمل لي كرييشن للتشايلد اللي انا بدي اياه. على سبيل المثال بدي اعمل كرييشن ل دايركتوري اللي هو مثلا اي بي على ايش سي دي. لاحظوا هنا بيحكي لي انه ما بتقدر تعمل كرييشن لهذا ايش الدايركتوري. شو الحل؟ الحل اللي بدي استخدم ايش الاوبشنز اللي هي الماينس بي. لاحظوا هون عباره عن ايش؟ عباره عن انشأ لي المجلد اللي انا بدي اياه، المجلدات اللي انا بدي اياها. اذا بعمل الاس للاي بي، لاحظ شو بحكي لك، بحكي لك جواته انت في عندك مجلد اللي هو اسمه سي دي. طيب عشان احذف هذا المجلد شو بدي اساوي؟ بدي اول شيء اروح احذف كل التشايلد، بعدين ايش اروح احذف ايش ابوهم. طيب اذا بعمل ار ام للاي بي سلاش سي دي، لاحظوا هنا ما رضي يحذف لي، ليش؟ لانه جواته ايش في عندك دايركتوريز. فالاصل اني شو راح اساوي؟ اروح على الاي بي، جوا الاي بي اعمل ار ام دي اي ار لا اسم الملف اللي بدي اياه يعني. اللي هو ايش سي دي. نعمل الاس، لاحظوا ما ظل عندي شيء. بعدين بطلع بنقطتين لورا، بعمل ار ام دي اي ار لمين؟ لا الابو، الابو اللي هو ايش اي بي. لاحظوا هاي الطريقه متعبه شويه، هل في طريقه ثانيه؟ يس، نفس الطريقه. تفضل عدي ابو زيد. اول شيء مهندس كنت اقول لك انه في طريقه ثانيه، بس انه خلاص اشرح. بالضبط نفس الطريقة اللي أنشأنا فيها مجلد جوا مجلد، نفس الأوبشن اللي نختاره اللي هو الماينس بي. فأول شيء نروح نرجع ننشئ المجلدات اللي حذفناها. طبعا إذا بتطلع بالسهم لفوق في التعليمات أو الكوماندز اللي أنت كنت كاتبهم. هون بدي أحذفهم RM DIR minus B، وأحط إيش الملفات اللي أنا بدي إياهم اللي هم شو كان بدي AB على سي دي. تعمل الاس، لاحظ انه ايش انه حذف لي الملفات اللي انا قمت ايش بانشائهم. واضح شباب؟ طيب المان الكرييشن هاي اخذناهم كلهم. شو في عندنا تعليمات ما اخذناها؟ طيب خلينا هسه نتعامل مع الملفات. خلينا مثلا نشوف ننشئ ملف، خلينا نحكي جي اديت ل ان او اس 2022.txt. خلينا مثلا نحط جواته هلو هاي هاو ار يو وباي، تمام. بعدين نعمل سيف للملف اللي انشأناه. طيب بدنا نقرأ محتويات الملف هذا، كيف ممكن نقرأ محتويات؟ في عندي كوماند اسمه كات. اذا بحط كات مع اسم الملف، اسم الملف بلاحظ بطبع لي ايش المحتويات اللي موجودة جواته. طيب المرة الماضية حكينا انه احنا باللينكس فايل سيستم في عندنا شغلتين. اول اشي كل الملفات اللي موجوده او كل الكوماندز اللي موجوده جوا لينكس فايل سيستم عباره عن ايش كيس سنسيتيف. فشو معناته؟ يعني الاس تختلف عن ايش الاس كابيتال لتر. لاحظوا هون الاس كابيتال لتر هون بيعطيك انه ايش الكوماند نت فاوند. هاي الشغله بدنا ننتبه ايش اليها. طيب الشغله الثانيه بدنا نعرف نوع الملف هذا. كيف ممكن نعرف نوع الملف هذا؟ في عندنا كوماند موجود جوا اللينكس فايل سيستم اللي هو اسمه فايل. هذا الفايل، هذا كوماند موجود باللينكس فايل سيستم، انا من خلاله بقدر اعرف شو نوع الملف. طبعا اللينكس ما بحتاج انه شو اسمه يستخدم الاكستنشن عشان يعرف نوع الملف. اللينكس سيستم بيقدر يعرف انواع الملفات من دون ما تحط له الاكستنشن اللي انت ايش بدك اياه، فهو بيقدر. طب انت كنورمال يوزر
اذا ما حطيت الاكستنشن كيف بدك تميز الملفات؟ من خلال الكوماند اللي اسمه فايل. فعلى سبيل المثال NOS، لاحظ شو بحكي لك، بحكي لك انه عباره عن ASCII text file، عباره عن ASCII text file. طيب اذا مثلا المره الماضيه حكينا لكم انه مثلا في عندي بلوك فايل او سبيشال فايلز، خلينا نشوف يطبع لي اياهم ولا ايش. فعلى سبيل المثال في عندنا جوا الهارد ديسك عندنا تقسيمات اللي هو الاس دي اي 1 والاس دي اي 2. هون ما قدر يفتحه، اوكي ليش ما جاب لي اياه؟ طيب شكلي انا مغير اللوكيشنز تبعاتهم. طيب مش مشكله، خلينا نشوف مثلا ملف ثاني موجود جوا اللينكس فايل سيستم. خلينا نشوف شو في عندنا سبيشال فايلز، شو في عندنا سبيشال فايلز. خليني اتذكر لك طيب الاس دي اي هذا وين اللوكيشن تبعهم؟ الاس دي اي طيب معقول انا مغير اللوكيشنز تبعاتهم او مغير الملفات؟ طيب خلينا نجرب نشوف انه مثلا ملف ثاني، او خلينا نجرب نشوفنا صورة. صحيح ليش ما نشوف صورة؟ خلينا نشوف صورة، شو في عندنا صور هون، في عندنا صورة هون. طيب في عندنا الصورة اللي هي الام دوت جي بيك. طيب خلينا نروح على، او من دون ما نروح عليه خلينا نكتب المسار كامل، بنحط فايل اوكي، بنحط ايش المسار كامل سلاش هوم سلاش اسم اليوزر جوبا سلاش داونلود واسم الصورة m.jpg. لاحظوا هون شو بحكي لك، لاحظوا طلع لي ايش نوع الصورة، نوع الصورة. شباب مرات اذا حدا منكم شارك بسي تي اف مرات ممكن يعطيك ملف، هذا الملف من دون اكستنشن اوكي. فانت عشان تعرف نوع الملف هذا بامكانك تعمل رن للكوماند اللي اسمه ايش فايل. طيب خلينا نشوف شو في عندنا اوبشنز ثانيين. طيب في عندنا اذا بدنا ننشئ ملف، اذا بدنا ننشئ ملف شباب في عندنا اكثر من طريقه. في عندنا الطريقه الاولى اني استخدم كوماند اسمه نانو، وهي صراحه ابسط واسهل طريقه واسهل تول من كل التولز. الكوماند اللي اسمه نانو بكتب نانو بعدين اسم الملف اللي انا بدي اياه. فعلى سبيل المثال خلينا نحكي مثلا جو من دون ما حطيت الاكستنشن تبعه. لاحظوا هنا انشا لي الملف. طيب لما انشا لي الملف هذا انا بدي اكتب جواته ايش اشياء. فعلى سبيل المثال كتبت هلو هاي هاو ار يو بعدين ايش باي. بدي اعمل سيف للملف هذا اللي انشاته. كيف ممكن اعمل سيف؟ بحط كنترول مع حرف الاو. لما بحط كنترول مع حرف الاو شو بيحكي لك؟ بيحكي لك انه الفايل راح يكون اسمه كذا. هل انت بدك نفس الاسم هذا ولا لا؟ فاذا كان بدي بعطيه ايش، بكبس انتر. لاحظ هون شو بيحكي لك، بيحكي لك روت فور لاينز، انه كتب على الملف هذا عباره عن اربع اسطر. طيب هل خلصت؟ انا خلصت، بدي اطلع من المود اللي انا موجود فيه، بحط ايش كنترول اكس. طيب بدي اقرا محتويات الملف، بحط كات وبحط ايش جو. لاحظوا هون طبع لي محتويات ايش الملف اللي انا موجود ايش فيه. طيب نرجع على النانو، لاحظوا هنا النانو فاضيه. اذا انا بالغلط كنت جواتها وبدي اطلع منها بحط كنترول مع اكس. طب نرجع على النانو جو. طيب في عندك جوا النانو جو في عندك ايش مجموعه من التعليمات اللي انت بدك تسويها. على سبيل المثال اذا انت مثلا بدك تعمل ريد للفايل بتحط كنترول مع حرف الار. واضح شباب؟
إذا بدك تبدل إشي محل إشي إذا بدك تبدل إشي محل إشي في عندك الكنترول مع السلاش. إذا بدك تعمل سيرش برضو هاي تسوي لك هذا الإشي اللي بدك إياه. إذا بدك مثلا بدك تروح على أول السطر شو بتحط على أول السطر؟ طبعا كل هاي الشغلات تلقاها وين موجودة؟ موجودة في الهلب. الهلب كيف تلاقيه؟ كنترول مع جي. كنترول مع جي بتكون شرحت لك كل هاي الأشياء. على سبيل المثال بحكي لك كنترول مع جي أو F1 بتعمل لك إيش؟ ديسبلاي للتكست فايل. كنترول مع جي أو F2 شو بتساوي؟ بتعمل لك كلوز للملف. كنترول مع O بتعمل لك إيش؟ رايت على الملف أو F3. كنترول مع R بتعمل لك إنسيرت لأنذر فايل. في عندك كنترول مع W بتعمل لك سيرش فورورد سيرش مثلا. شوف عندك كنترول مع W شو بتسوي لك هاي الكنترول مع W؟ بتعمل لك سيرش على ريجولر اكسبريشن انت بدك اياه. شوف عندك كمان طبعا في اوبشنز كثيره صراحه شباب، فانت بامكانك تفعل هاي ايش الاوبشن. ففي عندنا F1 و F2 اي اوبشن انت ايش بدك اياها. طبعا بدك تنتبه شباب، بدك تنتبهوا انه مرات ال F1 وال F2 عشان يشتغل لازم يشتغل الفانكشن. واضح شباب؟ طيب خلينا مثلا نرجع كنترول مع جي. لاحظوا هنا حاط لك ايش الاوبشن. على سبيل المثال قلت له انا ايش بدي ايش اعمل سيف او بدي ايش اطلع. اذا بدي اطلع شو حكينا؟ حكينا كنترول مع اكس او اف 2. لاحظوا هنا انا شو بدي اعمل؟ بدي اروح اختار ايش الاف 2. لاحظ الاف 2 بيقول لك ايش؟ بدك تعمل سيفنج للاشياء اللي عدلتها. طبعا اذا بعطيه واي بيعمل سيف، اذا بعطيه اكس ما بيعمل سيف. واضح لحد الان شباب؟ هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اني اعمل جي اديت واسم الملف اللي بدي اياه. اوكي بروح بفتح لي ملف وبعدل عليه، بس اعدل عليه بعمل ايش سيف، بكبس على كبسه السيف. هل في طرق ثانيه؟ في طرق ثانيه اللي قدام راح ناخذها شوي. طيب كيف ممكن انشئ ملف من دون ما استخدم النانو؟ في عندنا كوماند اخذناه المره الماضيه اللي هو اسمه ايش؟ حدا بيتذكر شو اسمه؟ تاتش دكتور. الكوماند اللي اسمه ايش؟ تاتش. إلك نص علامة يا معتصم. طيب شوفي عندنا كمان إذا بنعمل تاتش أو مان مع إذا بنعمل مان مع شوف إحنا شو بدنا نسوي عندنا تاتش. شوفي عندنا غير التاتش. طيب كيف هنا غير التاتش؟ طبعا التاتش فيه له اوبشنز كثيره. طبعا كيف تستخدم الكوماند هذا؟ تكتب تاتش والاوبشن اللي بدك اياه وبعدين ايش اسم الملف. طبعا في اوبشنز بتحتاج الى ارجيومنت، في اوبشن ما بتحتاج، في اوبشن بتحتاج وفي اوبشن ما بتحتاج. على سبيل المثال هنا اذا بنعمل تاتش مثلا لملف اسمه اي بي اي مثلا، بنعمل ls للملف هذا اللي انشأناه. اذا بنشوف الاتريبيوت تبعاته لاحظ ايش عرض لي ايش الملف مع الاتريبيوت تبعاته. طيب طبعا شباب بامكانك كمان ايش تشتغل او تعدل على التايم ستامب. في عندك اوبشن اللي هو الماينس تي. الماينس تي برضه بيسمح لك تعدل على التايم ستامب او الكرييشن تايم او الى اخره. يعني في مجموعه من الاوبشنز الماينس تي بيسمح لك انك ايش تشتغل عليهم. طيب اذا بدي احذف الملف هذا كيف ممكن احذف الملف؟ في عندنا كوماند زي ما حكيت لكم المره الماضيه، في عندنا كوماند اسمه ار ام اللي هو ريموف فور ايفر. اذا بحط ار ام مع اسم الملف مباشره بحذف لي اياه. فدائما عاده كويسه حط rm minus i بحيث انه اذا انت لا سمح الله بالغلط كتبت حاولت تحذف الملف بيسالك هل انت متاكد انك بدك تحذف الملف ولا ما بدك، لان الملف اذا انحذف خلاص بيروح. فشو الملف اللي انشأناه احنا قبل شوي اي بي اي، بيسال هل بدك تحذف الملف؟
إذا حطيت له تاب خلاص شو بيسوي لك؟ تاب أو عفوا إذا بتحط له إنتر ما بيحذف لك إياه. إذا بتحط له مثلا يس شو بيروح يسوي لك؟ بيروح بيحذف لك إيش الملف. لاحظوا هون بيحكي لك كانت أكسس هذا الملف. خلينا نرجع ننشئه مرة ثانية. أنشأنا الملف مرة ثانية. طيب أنا مثلا في بعض الملفات أنا بدي أعمل إنفورسمنت لعملية إيش الحذف، حتى ما بدي يطلع لي إيش إنه هل ترغب وهل ما ترغب. أو مرات ممكن يكون عندي فولدر وجواته مجموعة من الملفات، فشو بستخدم؟ في عندي الأوبشن اللي هو الآر إم ماينس آر إف. أوكي، الآر اللي هو كورسبوندينج لا ريكيرسيف، فإذا أنا كنت موجود جوا فولدر بحذف لي كل الملفات اللي إيش جوا الفولدر اللي إذا أنا بدي إياهم. طبعا لازم أحط له كمان أوبشن إيش الستار. الأف شو معناته؟ معناته إنه أعمل لي إيش فورسينج لعملية الحذف. فإذا بنرجع للملف لاحظوا إيش حذف لي من دون ما يسألني هل ترغب أو ما ترغب. طيب خلينا مثلا ننشئ مجلد، خلينا نسميه مثلا شو نسميه لول. بروح على هذا الملف وبدي أنشئ جواته أكثر إيش من ملف. فتتش لفايل واحد، فايل اثنين، وفايل ثلاثة. طيب هسه أنا عشان أحذف الملفات شو بساوي؟ بعطيه rm minus rf. لاحظوا إذا تعطيه إنتر شو بيساوي؟ بحذف لك ملف واحد منهم. بحذف لك إيش؟ بحذف لك الـ الأشياء المكررة ولا لا؟ دقيقة خلينا نتأكد بس مرة ثانية. إذا بحطهم لحالهم ما بحذف لي، ليش؟ لأني ما حددت الملفات اللي إيش بدي أحذفهم. فشو الحل؟ الحل إني أحط له إيش ستار. ستار شو معناته؟ كل الملفات اللي موجودة ضمن هذا المجلد شو بتساوي لي فيهم؟ أحذفهم. لاحظوا هنا حذف لي كل الملفات اللي موجودة جوا هذا إيش المجلد. طيب خلينا ننشئ ملف ثاني مثلا نسميه فايل واحد، نعمل ls. لاحظوا عندي ملف واحد. طيب هذا الملف اللي أنا أنشأته بدي أعمل نسخة احتياطية منه، فشو بساوي؟ بروح بعمل إيه؟ بدي أعمل كوبي من هذا الملف. فكيف ممكن أعمل كوبي؟ في عندنا كوماند اسمه إيش cb أو كوبي. هذا شو بيساوي؟ بعمل كوبي عن الملف، بيسوي لك نسخة عن الملف. طبعا الاستخدام للكوماند هذا بدك تحط كوبي الأوبشن مع السورس والديستنيشن فايل. فعلى سبيل المثال أنا بدي أنشئ نسخة احتياط، نسخة احتياطية ضمن نفس المجلد اللي أنا موجود فيه. عفوا فشو بساوي؟ بعمل cb لفايل واحد، وشو بدي أسميه؟ بدي أسميه فايل اثنين أو فايل واحد دوت باك. طبعا الاكستنشن هذا إلي بس أنا عشان أعرفه مش للسيستم. أوكي، لأن السيستم ما بيفرق معه نوع الاكستنشن اللي بتحطه. فإذا بنعمل ls لاحظوا شو بيساوي؟ لاحظوا أنه عرض لي إيش النسخة الملفين، الملف الأصلي والنسخة الاحتياطية. طيب خلينا مثلا نطلع لبرا وننشئ مثلا نسخة احتياطية لفولدر ثاني اسمه LLO2. أوكي، وأنا شو بدي أروح أساوي؟ بدي أروح أخذ الملفات اللي موجودة جوا LOOL لإيش؟ LOOL2. فكيف ممكن أساوي؟ في عندي كوبي، شو حكينا قبل شوي؟ بنحط إشارة الماينس R اللي هي الريكيرسيف. بعدين شو بنحط؟ بنحط السورس فايل. السورس مين هو؟ لول ايش واحد. وحطيت ستار. ستار شو معناته؟ انه كل الملفات اللي موجوده جوا لول واحد. وين بدي انقلهم؟ بدي انقلهم على لول ايش اثنين. اذا بنروح نعمل ls لا لول اثنين، لاحظ شو اساوي؟ نقل لي الملفات اللي موجوده من فولدر واحد لفولدر اثنين. طب بدي احذف الملفات اللي جوا لول الاول، فبحط rm minus rf وبحط ايش الملف الفولدر اللي بدي اياه. بنعمل ls لا عفوا لا لول. لاحظوا ايش؟ لاحظوا حتى الفولدر، لاحظوا قبل شيء هون شايفين هاي شو معناتها؟
حذف لي الملف الفولدر واللي تحتيه كاملين، حذف لي الفولدر واللي تحتيه كاملين. لاحظوا هون شو بحكي لك، بحكي لك انه ما بتقدر ايش تشوف الملف هذا لانه انت حذفته. واضح شباب لحد الان ولا مش واضح؟ طيب خلينا نروح مثلا على الملف اللي كنا عليه قبل شويه اللي هو ايش اسمه، فايل واحد. اذا نروح على نانو فايل واحد شو بنلاحظ؟ لاحظ انه الملف عباره عن ايش؟ فاضي. اوكي الملف فاضي. طيب خلينا نطلع لبرا وروح ننشئ مجلد اسمه نفس الاسم فايل، وخلينا نحط جواته ايش؟ اي كلام. تمام، وبدي انقل هذا الملف اللي في نفس الاسم اللي موجود في الملف الاول في الفولدر اللي اسمه لول 2. بدي اشوف شو اللي راح يصير، هل راح يعمل اوفر رايت، هل راح يسمح لي بالكوبي؟ خلينا نجرب. فاذا بنعمل كوبي لا فايل لوين بدي اوديه؟ على لول 2، ودالي الملف لهناك. خلينا نروح لهذاك المجلد. وبنعمل نطبع المحتوى تبعه. لاحظ شو ساوى؟ إذا بنعمل ألاس لاحظ شو ساوى؟ هذا بيقول لي شو ساوى؟ أوفر رايت دكتور. بالضبط عمل أوفر رايت. طيب كيف ممكن إني أمنع هذا الأوفر رايت؟ أو على الأقل إنه بحكي لي إنه راح يعمل أوفر رايت. يا شباب كيف ممكن أعمل الأوفر رايت؟ حد عنده تصور؟ خلينا نروح على المان سي بي، ننزل على الاوبشنز اللي تحت. هذا له علاقه في الاوفر رايت، وله علاقه في الانتر اكتيف اوبشن. خلينا ايش نجرب نستخدم التعليمه هاي. طيب خلينا نطلع لبرا ونعدل على الملف اللي كنا عليه قبل شويه، ونحط طبعا كنترول مع حرف الكي شو بيساوي؟ لاحظوا هنا كنترول مع حرف الكي شو بيساوي؟ بيعمل كت للتكست او بيعمل كت لللاين. بدي ارجع اللي حذفته شو بحط؟ كنترول مع ايش؟ مع اليو برجع لي. فانا على سبيل المثال هنا بدي ابدلها ايش؟ بهلو، وبرجع اعمل ايش؟ كوبي لا فايل وين؟ على نفس المكان ايش اللي كنت عليه قبل شويه. هسه شو راح يساوي بهاي الحاله؟ راح يعمل اوفر رايت. فانا عشان امنع هذا الشيء شو بحط؟ بحط ماينس اي. هون بسالك هل بدك تعمل اوفر رايت ولا لا؟ اذا بتحط له يس بيعمل اوفر رايت. خلينا نروح لهناك ونشوف شو صار. نعمل كات لفايل، لاحظ هنا ما عمل اوفر رايت. ليش؟ لأنه ما قلت له يس، أنا ما حطيت له يس، كبست له انتر، ما بدي اوفر رايت. إذا أنت إذا طبعا هاي وهي صراحة من الشغلات الكويسة لما تتعامل مع الملفات، وأصلا بالويندوز إذا بتلاحظوا لما تعمل كوبي لملف على فولدر وهذا الملف في عندك نسخة من قبل، برضى إنه يحذف لك إياه ولا ما برضى؟ ما برضى دكتور. بعطيك برومبت. مجدي الله معك مجدي. يس ما برضى يحذف لك اياه. طيب شوفي عندنا اشياء ما اخذناها من البيسكس. طيب شباب اذا عندي انا ملف بدي اغير اسمه، فهون مثلا فايل واحد بدي اسميه اسم جديد، فشو الكوماند اللي بامكاني استخدمه؟ في عندي كوماند بستخدمه لحاجتين صراحة. الحاجة الأولى عشان أعمل موفينج للملف من مكان لمكان، ونفس الكوماند بستخدمه إيش إذا ضمن نفس الدايركتوري. يعني الكوماند إذا عملت له رن ضمن نفس المسار اللي أنا موجود فيه ضمن نفس الدايركتوري ضمن نفس المجلد شو بيساوي؟ بيغير لي إيش اسم الملف. إذا استخدمته السورس والديستنيشن كانوا مختلفين شو بروح يساوي لك؟
بيروح يعمل لك كوبي للملف او بيعمل لك موفينج للملف من مكان لمكان. على سبيل المثال اذا بعمل اذا بروح على المان موف، لاحظ شو بيساوي لك، بيعمل لك موف او بيعمل لك ايش رينيم للفايلز. طبعا اليه الاستخدام بتعمل موف اوبشن، طبعا في عندك سورس وديستنيشن وفي عندك مجموعه من الاوبشنز والارجومنت اللي بامكانك تستخدمهم. على سبيل المثال اذا بنعمل موف لفايل، شو بدي اسميه انا؟ بدي اسميه مثلا فايل دوت تي اكس تي. نعمل الاصلاح، شو سوى؟ راح غير لي ايش اسم الملف، راح غير لي اسم الملف من فايل لا فايل دوت تي اكس تي. طيب خلينا نروح ننشئ مجلد اسمه لول ثلاثة وننقل كل الاشياء اللي موجوده في لول اثنين على المجلد الجديد. فام كي دي اي ار لول ثلاثة، بعدين شو بدي اعمل؟ بدي اعمل موف لمين؟ للاشياء اللي موجوده وين؟ الاشياء اللي موجوده جوا لول 2. وين بدي اوديها؟ على لول ثلاثة. نعمل ls لا لول ثلاثة، لاحظ شو ساوي هون، شو ساوي شباب؟ مهندس نقل المجلد كامل لول 2، نقل المجلد كامل لا اللول. طب انا ما بدي المجلد، خلينا نحذف ال خلينا نحذف المجلد او لا حسب بهاي الحاله، بهاي الحاله شو راح يساوي؟ راح يحذف الفايل والفايل دوت باك معه. طيب وبالتالي شو راح نسوي؟ احنا راح ناخذ لول ثلاثة لول اثنين، وين بدي اياه يوديهم انا؟ بدي اياه يوديهم على المكان اللي انا موجود ايش فيه. فشو راح اسوي بهاي الحركه؟ خلينا نشوف شو ساوى. الاس راح لاحظوا شو ساوى، انا رحت نقلت الملفات اللي موجود داخل ايش لول ثلاثة وطلعتهم اللي داخل لول اثنين اللي موجود في لول ثلاثة طلعتهم لبرا، فصاروا موجودين وين؟ صاروا موجودين ضمن الدايركتوري هون، طلعتهم كملفات. طيب شو ممكن اساوي انا عشان انقل الملفات بس اللي موجودة من دون ما انقل الدايركتوري؟ حد عنده تصور؟ ماينس بي ماينس بي لا. طيب خلينا مثلا mkdir O33 وبدي اعمل موفينج انا لا لا لول ثلاثة لول اثنين ستار على O33 LS على O33. لاحظ هون شو ساوى؟ راح نقل لي بس الشغلات اللي موجودة وين؟ راح نقل لي بس الشغلات اللي موجودة جوا الفولدر هذا. طبعا إذا بنروح شوفوا لاحظوا شباب، إذا قبل شوية هذا لول ثلاثة لول اثنين شو كان فيه؟ كان فيه ملف واحد بس الفايل دوت تكست. هسا ممكن واحد منكم يقول لي لا، كان فيه ملفين اثنين الفايل دوت تكست وكان موجود جواته ملف ثاني دوت باك. طب شو اللي صار؟ اللي صار اصلا الدوت باك ما كان موجود نسخه منه في المكان اللي نقلت عليه، وبالتالي ايش اخذه الملف الثاني الفايل دوت تكست موجود اصلا ملف زيه، وبالتالي شو راح سوى هو؟ ما راح نقل الملف. فهون بهاي الحاله انا اذا بحط موف مع ستار شو بيساوي؟ بس ينقل لي الاشياء اللي موجوده جوا ايش المجلد. اذا بنروح على اذا بنعمل ls لا لول ثلاثة لول اثنين، لاحظ فاضي ما في جواته شيء. نعمل ls لاحظ جوات. طب خلينا ننشي ملف ثاني نسميه k3.txt اوكي ونرجع لبرا نفس الكوماند اللي عملناه لورا قبل شويه هذا اوكي. شو بدنا نساوي هسه؟ بدنا ننقل الملفات اللي موجوده ايش جوا ايش لول اثنين اللي موجود جوا لول ثلاثه.
شو الملفات؟ الملفات هو ملف واحد. هسا علموه بشو راح يساوي، راح يودي لي على الاو 33. اوكي طيب الاو 33 خلينا نشوف اول شيء الاو 33 شو في جواته. جواته ملف واحد، وبالتالي انا هسه شو راح يصير جواته؟ راح يصير جواته ملفين اثنين. طيب هل برايكم لول اثنين اللي موجود جوا لول ثلاثة هل جواته ملفات ولا صار فاضي؟ ها شباب؟ المفروض انه فاضي مهندس. بالضبط. ليش؟ لانه انا نقلت الملف اللي عملته جديد، ما فيش غير ملف واحد انت عملته ونقلته وحطيته بالاو 33. الله ينور عليك يا عدي، 100%. طيب شباب هل عنده اسئله لحد الان؟ استفسارات اي شيء؟ طيب خلينا نشوف مثلا شو في عندنا. خلينا تفضل ايبك. بس سؤال واحد بالنانو، مش في عندك مثلا من ام لاكي الى ان ابصر شو هاي؟ طيب كيف من داخل اصلا؟ خلينا نروح على النانو. لا الملف اللي انشاناه، لا الفايل، شوف عندي ملفات هون انا الفايل. طيب شو بدك تساوي؟ شو سؤالك هون؟ هاي اللي في اشارات اللي هون اكس كنترول جي راح تلاقي ام كي مثلا. شوف كيف استخدمها هسه في عندك انت هون شايف الـ طبعا هاي شو معناتها؟ هاي اشاره الاس شو معناتها؟ معناتها كنترول. اوكي الجي الحرف اللي بعده، فانا اذا بحط كنترول مع حرف الجي شو بيساوي؟ هون بعطيك شرح عن ال. ما فهمتني ما فهمتني. شايف تحت انت تحت الله شوي في هاي املكي. وين املكي؟ تحت اخر لاخر شيء بتغني ام لا اي ام لا دبليو. هذول كيف نستخدمهم؟ شو هذول؟ هسه مرات يعني. شوف هسه مثلا مرات هون انت عملت سيرش اوكي على شيء معين، هذا الشيء الكمبيوتر مكيشه، فانت مرات عشان ما هذا طبعا انت فرض على سبيل المثال انت في عندك ملف وهذا الملف كنت مانيولي تروح تدور على كلمه معينه اوكي. فانت بدل ما دائما تكتب نفس الكلمه هو بيقترح عليك بيقول لك انه اعمل ريبيت لاخر سيرش انت عملته ولا لا. على سبيل المثال هون خلينا مثلا شوف عندنا اوبشن بعمل لي سيرش، خلينا مثلا نعمل سيرش على ال W. بدي اعمل له ريبليسمنت لشيء، خلينا نحكي نو. هسه شو حكينا احنا؟ قلنا شو قال لي هو؟ كنترول مع كم كانت؟ دبليو كنترول ام دبليو. شايف اذا بتحط كنترول مع دبليو شو لاحظ شو طلع لك؟ اذا بتنتبه لهون هاي شو هي هاي؟ مش عارف صراحه. حرف اخر بحث انا بحثته اخر بالضبط. اخر سيرش انا عملته شو هو؟ حرف الاو. اخر سيرش عملته على حرف الاو. واضح؟ تمام. يعني هسه مثلا بدي ادخل دبليو او ام فبرجع لي الحرف الاخير الاخر سيرش بالضبط. برجع لك له. يعني لاحظوا يعني. شباب هون مثلا كنترول مع اتش او مع جي ومع جي ده هون في عندك اوبشنز كثيره صراحه. طبعا هاي الاوبشن صراحه مفيده لك كثير. ليش؟ لانه في كثير من الكيسز في الحياه العمليه تتعامل مع تيرمينال. يعني انا والله بتذكر مره يعني في الزمانات كنت بشتغل عند زبون ولا كنت لا اعرف لا لينكس ولا 10، يعني كنت يعني ماشي بجنب اللي ايش؟ ماشي بجنب اللي بيحكوا عن لينكس. فكنت شابك على السيرفر والسيرفر كان سيرفر اتصالات وكان مطلوب اني يعني انفذ شغلات جوا السيرفر. فما كنت اعرف النانو اصلا، كنت استخدم شيء ثاني فما كنت اعرف لا الاختصارات ولا شيء، فكنت اعدل على الملف واعدل غلط وما اعرف اني معدل غلط اصلا. فهاي صراحه من التولز الخرافيه اللي انت تستخدمها، يعني بتريحك كثير يعني صراحه للامانه. واضح شباب؟ طيب خلينا نشوف اشياء ما اخذناها المره الماضيه. طيب في عندنا شباب الكوماند تبع التري، اذا بعطيه تري وبعطيه مثلا مسار شو بيروح يساوي؟ بيروح
يرسم لي المسار على شكل إيش؟ على شكل خريطة أو على شكل شجرة. طبعاً هاي صراحة بتفيدك في بعض الكيسز في الحياة العملية، يعني لما بدك تعمل ترابل شوتينج، لما يكون عندك انفستيجيشن، لما يكون عندك إشي، صراحة بتفيدك كثير. فكويس إنه إيش تستفيدوا منها، يعني اللي هي التري. شو إذا بنيجي لهون لاحظ إذا بنعمل تري لا لاحظ إذا بتعمل تري مثلا لول 3 شو في جواتها؟ جواتها بس لول 2. إذا بعمل تري مثلا لا او 3 لاحظ هون بس بيعطيك اياها على شكل صراحة شجرة. صراحة من الشغلات يعني الكويس إنه الواحد يكون عنده نوليدج فيها. شو في أشياء ما أخذناها؟ خليني أتذكر يعني أشياء ممكن نأخذها. طبعًا لحد الآن ما ردوا علي جماعة ما ردوا علي جماعة سيسكو. بعثت لهم اليوم إيميل. يعني صراحة أنا حاب إنه أضيفكم على الأكاديمية تبعت سيسكو، أفعل الأكاونت تبعكم عشان في ماشين جاهزة وفي لابات. يعني صراحة أنا حاب إنه تأخذ الشهادة في آخر الكورس. مبدئيا انا طلبت شهادات لكم، طلبت شهادات لكم، بس حكوا لي انه بدهم 30 يوم، فممكن اني اطبع لكم اياها اخر الفصل. يعني على الاقل انك تكون ماخذ تريننج، يعني شيء كويس تحطه في السي في. حدا عنده سؤال على محاضره اليوم شباب؟ طيب خلينا نروح على اللابات تبع سيسكو. طبعا في عندنا لاب 2. طبعا لاب 2 يعني بكون حاط لك هون الفيرتشوال ماشين، كمبيوتر جاهز يعني. اوكي بتقدر تعمل رن للكوماند اللي بدك اياها. فهون هون بلاحظ هون بحكي لك الكوماند كيف بيشتغل، الكوماند مع الاوبشن بعدين الارجمنت. فهون على سبيل المثال هون بعطيك الكوماند اللي هو البي دبليو دي. هون بشرح لك عن الكوماند ال اس، وهون بحكي لك انه ال اس سمول بيختلف عن ال اس كابيتال. لاحظ هون بحكي لك انه بيختلفوا عن بعضهم البعض. هون مثلا في عندك كوماند اللي هو اسمه اليو نيم. طبعا اليونيم بيطلع لك معلومات عن الكمبيوتر تبعك والاركيتكتشر والاوبريتنج سيستم، كل هاي الاشياء. طبعا في عندك الكوماند اللي هو الاس سي بي يو، بيطلع لك معلومات عن الكمبيوتر، الاوبريتنج سيستم، الاركيتكتشر ليتل انديان بيج انديان، السي بي يو قديش عليه سي بي يو 16 سي بي يو. صراحة هذا يعني عندنا في البيت ما يعني ما في عندنا أجهزة زي هيك. صراحة كويس هذا، أنا عشان هيك حاب أضيفكم عليها. لاحظوا هون الأوبشن الماينس A اللي هي الهيدن فايل، الماينس ماينس أول. لاحظوا هون الأرجومنت كمان الأس مع ماينس R بعرض لك الملفات مرتبة بالعكس. هون لاحظوا هون أكثر من أرجومنت تقدر تضيف، تقدر تفصلهم كمان. لاحظوا هون عن اليونيم الأوبشنز تبعاتها. لاحظوا هون بتقدر لما يكون عندك اكثر من ارجمنت، هون ال40 مثلا بتحكم لك في عرض التيرمينال. لاحظوا هون اللي قلت لكم عنها شباب، قلت لكم في بعض الارجمنت ما بتزبط تكون لازم تكون مفصوله. يعني لاحظوا هون قبل شويه كانت ار دبليو، لاحظوا الدبليو اللي هو الود، لازم يكون الارجمنت اقرب الى اذا كان الترتيب. لاحظوا دبليو ار راح يعطيك ايرور، تفرجوا هون هم بيعطي عليها ايرور. هنا في عندك اوبشنز ثانيه، هنا كمان اوبشنز، هنا كمان الكلر. اذا بدك طبعا هاي كمان من الشغلات الكويسه، تقدر تعمل كوبي بيست، تقدر تعمل هنا بيست للاشياء اللي بدك اياها. لاحظوا هون صراحه يعني جيده، يعني هاي التول تعمل تتش لفايل، ريموف لفايل، يعني تقريبا اغلب الاشياء اللي اخذناها قبل شويه.
أغلب الأشياء. إذا بدك تطبع مثلا كلمة معينة مثلا على سبيل المثال، خلينا ننشئ ملف، خلينا نسميه NOS 321، نعمل كات لهذا الملف، لاحظوا فاضي. طيب بدي اطبع جواته مثلا كلمة مثلا هلو، بعدين بحدد ايش الملف، الملف اللي انا مثلا بدي اطبع ايش جواته، اللي هو كان اسمه NOS. اذا بعمل كات للNOS بطبع اللي جواته. اذا بحط الهاي لحالها من دون الريدايركشن، الريدايركشن يعني الاوتبوت تبع الكوماند هذا او البرنامج هذا حطه بالملف الفلاني. طبعا الريدايركشن الانبوت والاوتبوت راح ناخذها لقدام ان شاء الله. في عندنا كمان كوماند اللي هو الالياس، المره الجايه راح اعطيكم الالياس. الالياس شو الفكره؟ الفكره انه الكوماند يعني مثلا لاحظوا الاس هنا مثلا، هون الاس مكتوب هيك على سبيل المثال، انت ما بدك اياه الاس، بدك اياه مثلا حرف ال، ويطلع لك نفس الاوتبوت ابو الاس. فشو في كوماند اسمه الالياس. الالياس انا شو من خلاله بقدر اساوي؟ الالياس انا بقدر من خلاله احط كوماند واخزن فيه ايش، واخزن فيه قيمه مثلا معينه. فاذا بحط ال، لاحظوا هون بطلع لي نفس الايش اللي بدها تسوي لي ايش الالياس. بدي امسح هذا الشيء، بحط ان الياس، وبعدين احط ايش الملف اللي انا او الاسم الجديد اللي انا ايش كنت مساويه. طبعا في صراحه يعني جيده هاي الاشياء، يعني كويس انه الواحد يكون عنده نولج فيها. طيب